في البداية أشكر جمعية بيوت على هذا التنظيم لهذه المبادرة اللي دارت أول مرة في أفولاد واللي هي في الحقيقة ماشي سهلة. كما أشكر الأخ سمح المدواري اللي هو ابن البلدة ديالنا ونفتخر بهذا الإطار الكفر اللي هو وصل بذاته بالإمكانيات الذاتية ديالو لهذا المستوى. ونتمنى من الكفاءات الأخرى لأبناء فولاد اللي كانوا في أي منطقة يفيدونا ويعاونوا الجمعيات إلى آخره. الأخ المدواني دار واحد الجرد على الحياة ديالو وعلى المسار النهائي ديالو، إلا أنه أغفل واحد الحاجة اللي هي مهمة وأساسية وهي على الشباب الصغير، لأن الأخ سي محمد المدواني راه مؤسس ديال أزيلان أونلاين، أول موقع إلكتروني اللي تأسس في الإقليم. هذا الموقع في الحقيقة اللي كان كينشر التنمية والأنشطة الفاعلين السياسيين الجمعويين السلطات كلشي كينشر فيه، وهذا الموقع راه ساهم كبيرا كثيرا في محاربة الفساد. أقولها وأقول شعري. الأخ سي محمود هو كما قال ابن تردد، قليل من يعرف هذا المصطلح وهذا الاسم. تردد هي الأمازيغية واحد شجرة ديال الطرح ديالو. على دليل عندي واحد الملاحظة على جمعية بيوت، في الحقيقة هذه الجمعية واحد الاسم أمازيغي ضمن هذا الاسم هذا، ولكن الإخوان ديال الجمعية ما حاولوش باش يترجموا هذا العنوان ديال الذكاء الاصطناعي وهذا النشاط هنا في القاعة الأمازيغية وفي المواقع ديال فيسبوك، ولكن مرة أخرى إن شاء الله يتابعوا بحال المسائل. هي في الحقيقة أنا اللي بغيت نقول هو أنه الغابة، الغابة شكون اللي يبقى فيها حي؟ هو الأقوى، كما كان يقولوا البقاء هي الأصلح، البقاء الأقوى. حتى العالم راه البقاء للدول المتقدمة والعظمى صحيح، لكن الدول ماشي غير وصلوا لهذا المستوى هذا. لماذا؟ لأنهم السياسة التعليمية ديالهم حاولوا باش يديروا برامج مهمة اللي كتستهدف هذا العنوان الكبير اللي هو الذكاء الاصطناعي. هالدول كتخصص ميزانيات كبرى في البحث العلمي، في الجامعات، الكفاءات، العلماء إلى آخره. هما كيوصلونا لهذه الابتكارات اللي هما الذكاء، بينما الدول الفقيرة اللي كتجمع الفلوس وكتحمش الإنسان والبشر، راه مايمكنش باش توصل لهذا المستوى أبدا. كتجمع فلوس حقا، ولكن حتى هي راه تشتغل الذكاء الاصطناعي، كدير شراكات مع الشركات الكبرى وكتصرف ملايين عوض باش تجي تصرف مع هاد الملايين في هاد المجال ديال البحث العلمي، كتصرفهم وكتعطيهم للشركات. أحسن ملاحظة. الإخوان الله يخليك خلينا نكملش شوية، راه ماشي جبنا لا غير صور الموضوع. إيوا راه هي هادي، راه الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي راه شنو ناقشوا الله يخليكم بخير. الأخ محمود يا جاي من أمريكان راه خصو يعطينا هنايا سيمانة. وراه عندنا سفر راه عندنا سفر الإخوان. الأخ محمود دابا هضر في شي شوية على الأخطاء اللي يمكن تجي على طريق الذكاء الاصطناعي. الأخ محمود مثلا
كاين واحد من التزوين تمايا ديال العنصرية، مثلا الظاهرة بدون طيار طلعت على أساس باش تضرب شي جهة معينة، ولكن ما ضربتش ولا ضربت شي جهة معينة أخرى، كاين واحد مجموعة ديال البشر غادي يمشي فيها الضحية، مزيان بحال المسلم ديالنا. بمعنى اللي بغيت نقول مثال آخر في الميدان ديال الطب، من يتخذ القرار الذكاء الاصطناعي ولكن تيكون معاه البشر، ولكن هذا البشر أخي محمود إذا ما كانش الكفاءة ولا الكومبيتونس في اتخاذ القرار، هذاك المريض ولا شي ضحية نسيت حمل هذه المسؤولية. هناك عدة أمثلة كثيرة جدا، جبتي واحد من الأخلاقيات جد مهم أخي محمود، نعطيكم مثال بسيط. مسيرة حتى في الأخلاق هذه الدول العظمى الكبرى، شوفوا شو وقع في غزة، محكمة الجرائم الدولية اللي تأسست على أساس حماية البشر ولم تحرك ساكنا، ولكن شكون اللي كيسيرها؟ علاش قد مكفوفة الأيد؟ علاش ما تحركاتش؟ إذا هنايا الدول العظمى هي كل شيء كتسير، كما قلت قبيلة راه الدول اللي كتستعمرها دول ضعيفة والفقيرة، ما يمكنش الدولة كبيرة وعمرها تستعمر. لهذا أي دولة ما فتحتش المجال وعطات السبب ديال الفلوس في البحث العلمي وخاصة في الذكاء الاصطناعي ما يمكنش يفتح المجال، وخا قراو ليهم